غيبتكم يا السوريين غيبة طولت واشتقنا لكم، فحان الوقت أن سوريا ترجع إلى محيطها العربي، إلى إخوانها العرب. نحن نحاول نبني معكم علاقة ومد جسور وتقوية هذا الجسر بيننا وبين أهلنا في سوريا، فائدة الطرفين. أحسن الله عزاكم في أهلنا في سوريا، وإن شاء الله بقيادتكم وبهمة السوريين هذه تحدي بتحدونا. أخوانكم في الإمارات قلبا وقالبا معكم. شكرا لكم سمو الشيخ. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وبالتالي لابد من البدء من الشكر. السوريين اليوم لما عم يحكوا بعد هالشهر اللي مر بيقول لك الواضح تماما أنه طريقة مساعدة الإمارات مليئة بالمحبة، فهذا الشيء أغلى من أي شيء آخر بيتقدم، وإن شاء الله نحن كمان بدنا نكون أوفياء لهالعلاقة بنفس الطريقة. الشيخ زايد الله يرحمه عرفته بمواقف عابرة، الوالد هو اللي كان بيعرفه أكثر، كانوا مثل أخوي. أنا معرفتي فيه باللقاءات القليلة اللي صارت، وبنعرفه إنسان طيب ومحبوب وإلى آخره، ولكن الآن صرنا بنشوفه بشكل أوضح. بنعرف اليوم تماما ما هي الدولة اللي بناها ومن هي العائلة اللي أسسها. الله يرحمه. أريد أكد محمد رئيس أن نحن أخوانكم وأهلكم وهذه بلدك، تشرفنا اليوم بوجودك. أتمنى إن شاء الله أن تكون زيارة نبني عليها هذا الجسر القوي لبناء علاقات تصب في مصلحة أهلنا هناك. السلام عليكم. شرفتونا يا سيدي.